وينضم معنا من المنام الشيخ جاسم السعيدي نائب في مجلس النواب البحريني اعتراف الملة مهدي طائب في نوفمبر من العام الماضي وهو مسؤول مقرب من خمنئي بخطة إيران للاستيلاء على مكة المكرمة كما يزعم وذلك عن طريق ميليشيا عبد الملك الحوثي في اليمن هل يفسر هذا الاعتراف برأيك من مسؤول إيراني كبير وصول الصواريخ للحوثي والاستهداف المتكرر لمكة المكرمة خاصة قبل الحج في إعادة ربما لما فعلته إيران في مواسم سابقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه في الحقيقة أنا لا أشك بأن إيران الدولة الإرهابية الدولة التي تحارب الإسلام وتحارب العروبة لا أشك بأنها تقوم بكل المخططات والخطة الخمسينية في الحقيقة بين قوسين الخسيسة التي الآن في مراحلها الأخيرة في الحقيقة والتنفس الأخير حتى نسقطها بإذن الله تبارك وتعالى نعم إن هذا كله موجود فالحوثيون هم ورقة من أوراق إيران المجوسيه التي ما زالت تقدم وتقدم حتى وصلت بمراحل الاخيره تدخلت في بعض الدول وجذبت بعض الدول معها حتى يحاربون مكه المكرمه والمقصود فيها هو حرب الاسلام وحرب هذا الدين القيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعداوتهم التاريخيه مرتبطه لذلك عندما خططوا وجعلوا ولاية الفقيه التي تسمى وهي في الحقيقة السفيه يعملون ليل نهار لعمل إرباك المسلمين وخاصة في الحرمين فهذا الصاروخ الذي أرسل وبالعام الماضي كذلك أرسل في موسم الحج الآن دليل قطعي على أن إيران لن تقف عند حد معين ولا نستطيع وقفها الا بالحزم والقوه وهذا لا يكون لها هذه المرحله الا سلمان بن عبد العزيز الذي يردع كل من يريد او تسول له نفسه العبث بمقدسات المسلمين باي شكل من الاشكال ان كان عسكريا أو فكريا أو دعما ماديا إلى غير ذلك لأنهم الآن يمدون الحوثيين ويمدون من على شاكلتهم ومن يسير على طريقهم بأموال لكي يصلون إلى هذه الفوضى كما فعلوا في السنوات التي مضت ودعموا الكثيرون وهم الآن متورطون إن كانت دول أو جمعيات سياسية أو حقوقية أو حتى جمعيات دينية كما يدعون او اسلامية التي الان تحت عباءة ايران وعباءة الحرية والشفافية والديمقراطية الى غير ذلك، وانا اقول نحن باذن الله عز وجل نعلم هذا المخطط الخطة الخمسينية وهم سائرون عليها وهم على الارهاب، لذلك يجب على الدول جميعا الوقوف امام هذه الهجمات ولا بد ان تدان ايران وكذلك علي بن صالح المخلوع هذا وكذلك الحوثيون جميعا ونقفهم عند حد معين لأن بتركنا لهم سيزدادون يوما بعد يوم ويرعبون المسلمين وفقراء المسلمين في كل مكان لذلك يجب أن نكون لهم بالمرصاد ونكون واقعيين في التعامل مع هؤلاء وللمواقف يعني للمواقف رجال وسلمان بن عبد العزيز اعتقد انه بعد الادانات سيكون الاسلاميه قطعا لهؤلاء نعم بعد الادانات الاسلاميه والدوليه لاستهداف مكه المكرمه كيف يمكن استثمار هذا الامر الان في محاسبه ايران واعوانها كالحوثي انا اقول يجب محاسبتهم وتقديم شكوى للامم المتحده واضحه ومرسومه واستراتيجيات واضحه لكي يعلم بان هؤلاء الان خرجوا من نطاق الدعم الايراني الى انهم يصلون الان لتقتيل المسلمين ويريدون الان بيضة المسلمين في مكان يجتمع فيه المسلمون جميعا من كل اقطار العالم، من كل اقطار العالم يتوجهون الى مكة المكرمة والمدينة المنورة وهم يستهدفون اذا شريحة كبيرة جدا وهذه الشريحة من كل اقطار العالم وليس السعوديون فقط بل من الغربي والشرقي والشمال والجنوب من كل العالم سيجتمعون هناك. واي خطر سيتحملها الجميع دول الغرب والدول العربيه وكل المسؤولين سيكونون محاسبين عندما تكون هناك كارثه لا سمح الله تبارك وتعالى. شكرا لك الشيخ جاسم السعيدي النائب في مجلس النواب البحريني حدثنا من المنامه.